نجابها عدوان الغرب، وعادوا يهدّدوننا بدبابات ليوبارد الألمانية ذات الصلبان على أجنابها، ويريدون الآن أن يقاتلون في أراضي أوكرانيا بأيدي خلفاء هتلر من جماعة أتباع بانديرا. إن بروباغاندا النخب الغربية المعادية لنا، ولدينا أصدقاء كثيرون في كل العالم بما في ذلك في القارة الأمريكية وفي أفريقيا وفي أوروبا، ولكن من يجرون الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويعلن عن هذا بلا مسؤولية على أنها حقيقة واقعة، من يعولون على الانتصار على روسيا في ساحة المعارك، على الأغلب لا يدركون أن الحرب مع روسيا ستكون مختلفة جدا لهم. نحن لا نرسل دباباتنا إلى حدودهم، ولكن لدينا ما نرد به، ولن ينتهي الأمر باللجوء إلى المدرعات. يجب أن يدرك هذا الجميع. ومن يهددوننا ربما لم يفهموا حقيقة واضحة. شعبنا كله، كلنا تشربنا تقاليد شعبنا، جيل المنتصرين الذين بنوا بلدنا بدمهم وعرقهم وسلموها لنا. إن الثبات حماة ستالينغراد عبارة عن مثال نحتذي به، وجنودنا وضباطنا يحتذون به. توالي الأجيال والقيم والتقاليد، هذا ما يميز روسيا ويجعلنا أقوياء.